مشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى. اليوم والله العظيم الى انا جد سعيد وميم طون في نفس الوقت تعيس. جد سعيد انني دخلت لواحد البيت اللي كنت كنحلم ندخل ليه شحال هادي، وكنت كنتمنى ندخل ليه في ايام المرحوم ذو الحنجرة الذهبية اللي ما بخلش على المغاربة بأغاني من الأغاني الراقية، حنجرة ذهبية اللي كاع المغاربة تغنوا بالأغاني ديالو. اليوم أنا في البيت ديالو في ضيافة الإبنة ديالو اللي غتحكي لينا شي حوايج غريبة. المرحوم تعرف باليد البيضاء، تعرف انه كيدير الخير بزاف، تعرف انه ما كيبخل على حتى شي حد. قال لك دير خير ما يطرى باس، فمن بعد الخير اللي دار في واحد الانسان غيخليه حتى يموت في 2020 في عز كورونا، وغينوض وغيرفع دعوه على ولاده بالكذب والبهتان. غنتصنتوا الهناء بنت المرحوم محمود الإدريسي الله يرحمه في هذا النهار اللي هو كبير عند الله عز وجل، وحنا في الأيام المباركة دي العيد الكبير نتمنوا له الله عز وجل أنه يرحمه ويغفر ليه. لله هناء، الله يرحم المرحوم. احكي لي شنو اللي واقع، شنو هو هذا الخير اللي دار المرحوم وفي الاخر غيرجع عليكم بالعكس؟ اولا كنشكرك بزاف، وبالنسبه للقصه يعني حنا كنتعرضوا لمحاولات استولي ولينا على الارض ديالنا بالنصب والاحتيال والتزوير. كيفاش الوليد الله يرحمه شرى واحد الارض في الثمانينات في بوزنيقه فيها جوج قطارات الارب. هاد الارض هادي من بعد واحد الفتره بناها، جاب بناي ومساعد ديالو بنا الارض. داكشي مني سالا اشغال البناء، المساعد ديال البناي جا عند الوالد الله يرحمه قال ليه الله يجازيك بخير يعني بغيت نبقى عندك. قال ليه الوالد زعما دابا انا ما محتاج شي حد زعما يخدم عندي، قال ليه انا الصراحه لقيت واحد الخدمه بغيت نخدم على مراتي وعلى ولادي. لقيت خدمه هنايا في مدينه بوزنيقه وما عنديش فين نبات، واش ممكن نبقى عندك؟ الوالد الله يرحمه قلبه كبير طيب كيدير الخير مع كل شيء، كان هاز عائلات. قال ليه واخا، قال ليه خدم ومني تسالي اجيبات. ممكن فتح لي الباب، ما كاينش مشكل، الدار خاويه. الدار غير خاويه يعني ما ساكنينش فيها ديما، كنمشي ونجي يعني ديك الساعه كان يلا خداها يعني. المهم بدا كيستغل هاد السيد الارض، بدا كيحرثها، بدا كيستغلها، دار يعني الفلاحه كاع داكشي ديال الفلاحه دارها. الوليد مش مشغول وفي نفس الوقت متسامح وكيمشي ليها بيان سي، ما دواه ما قال ليه والو، خلاه يستغلها. يعني هو كيشوف داكشي قال ما كاين باس، ما كاين باس يعني انا ما كندير فيها والو ماشي مشكل، ساعه ما كندير فيها والو ما كاين مشكل. ما بقى كيستغل 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 الارض يعني سنين طويله. في 2020 الوالد بدا يصلح في الدار على اساس غادي يستقر فيها، غادي يستقر فيها، بدا كيصلح فيها. هاد السيد هذا هو يمشي، مشى في حالته ملي الوالد بدا يصلح، مشى في حالو، هز البهيم ديالو، هز بدا مشى. دابا بابا مسكين الله يرحمه كيصلح، جا الوباء توفى الله يرحمه وسع عليه. من موراها بواحد شويه واحد الفتره قليله والشهر واش هذا، كنتفاجئوا كتوصلنا دعوه بان هذا السيد هذا دعانا باننا حنا جرينا عليه، حنا ورثه المرحوم جرينا عليه. والله شاهد ما جرينا عليه حتى واحد فينا من الورثه. واش من علاقه عنده بكم كاع واخا تجريو عليه؟ ياك هو كان غير طالب الوالد وبارك فيه. ما فهمتش، ما عدو بلا مش تراجم هذا السيد، ما شفناه ما حتى حاجه، ما جرينا عليه شكون حتى واحد، الله شهد علينا حتى واحد من ورثه ما جرى عليه. حنا الراس ديالنا الله اللي كان عالم، يعني توفى لينا الوالد الصدمه ديال حياتنا، مرضنا الصدمه ديال المغاربه كاملين هنا.
الله يرحمه. الحمد لله أمر الله، دعانا درنا محامي، درنا محامي على أساس السيد هذا ما دعي ما 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 جرينا عليه ما حتى حاجة، حتى كانت وصلوا ب واش بلاتي هو في الدعوة اللي دار لكم على أساس أنه كان خدام مع المرحوم؟ كان خدام عندنا وحنا طردناه طرد تعسفي وحنا تعدينا عليه وتكرفصنا عليه، وما يعني اش غنقول لك، كيف ما قلت لك حتى واحد الفترة يعني حتى كيخرج حجز احتياطي هاد السيد. درتو محامي لقيتيه فاش دعاكم؟ درنا محامي ولكن ما دار والو، خرج لينا الحجز احتياطي في لقيتوها تحكمات. تحكمات ملي خرج الحجز درنا استئناف. علاش الحجز؟ شحال حكموا ليه؟ حكموا ليه بشي 17 على ما وصلنا 17 وشي حاجه شي هذا 17 وشي 100 ولا شي حاجه بحال هكا. واخا 17 مليون هو في الوقيته فاش تحكمات ليه، واش جا دار التنفيذ جا عندكم كيطالب بديك 17 مليون ولا ديريكت مشى للحجز؟ لا ديريكت مشى للحجز، ديريكت ديريكت الحجز. درنا استئناف، ملي درنا استئناف ما حضرنا لهاد الاستئناف، كان يعني اختي مسكينه كتجري في هذا الشيء وكتجري مع المحامي وهذا، ولكن كيقولوا لها غير كوني هانيه تنعيطوا لك، ما كيتعيط ما كيعيطوش لينا ما كيعطيونا تاريخ. حتى كنتوصلوا في الدار عاوتاني ب تثبت الحكم الابتدائي ديال الحجز الاحتياطي. اذا حتى المحامي الثاني ما دار والو، ما حضر الجلسات ما حضرش شنو؟ ما فهمناش، ما نكذبش عليك ما فهمناش هذا الشيء، يعني حنا كنبقاو متبعين ولكن ما كنتوصلوش بمعلومات على اساس هالجلسه هذه ما فهمناش. درنا نقضوا الابرام من موراها كنتوصلوا بحجز تنفيذي، و التاريخ ديال المزاد العلني نهار 5 في شهر 7. واخا نتوما في هذا الوقت اللي من نهار بدات الدعوه حتى جاكم هذا الحجز التنفيذي، ما حاولتوش تبركوا مع هذا السيد تناقشوه تراضوا معاه بلاتي هي احسن ولا تخلصوا لي ديك 17 مليون؟ صراحه هضرنا معاه قلنا ليه زعما شنو هذا الشيء، قال لينا انا راني غلطت وراه ما كانش خصني ندير هكا، تعمر لي راسي وانا ما كانش خصني هذا، كان خصني نجي عندكم وما عرفت كيفاش وهذا. قال لك نوقف هذا الشيء، مشى بغى يوقف هذا الشيء ولكن ما قدرش. علاش ما قدرش؟ قال لك راه الناس اللي شادين هذا الشيء، قال لك ما قال لك لا يتحطوا هذه الفلوس، يتحطوا الفلوس 17 مليون ما انهم حنا هذا الشيء كله ظلم، هاد الفلوس هادو ظلم. وفي هاد الشيء هذا اللي غادي بواحد السرعه غريبه وكيتثبت هاد الظلم، وحنا غاديين قانونيين وهاد الظلم هذا كيتثبت، داروا حوايج اخرين، داروا مشاو جبدوا واحد الضريبه وهي راها مخالصه فيها 13 مليون، جبدوها وحطوها مع الدوسي باش يزيدوا يتقلوا داك الدوسي، باش يزيدوا يشارجيو. مشاو داروا خبره بلا خبرنا، هو غير قانوني انها دار خبره بلا خبر، يعني باش يقوموا الارض، قوموا الارض داروا لها واحد الثمن لا علاقه له بالثمن ديالها. شحال الثمن اللي داروا لها؟ داروا لها 300 مليون. وهي شحال تكون ساويه؟ هي دابا حنا جبنا خبير قال لينا راه فوق المليار، مليار ونص دابا جبنا خبير. جبتو خبير كيعطيكم ان ساويه حاليا مليار ونص، والخبره ديالهم 300 مليون. علامه استفهام، علامه استفهام، يعني بلا خبرنا تسللوا الارض صوروا داروا حطوا داك الشيء، عمروا الدوسي مشاو يجبدوا هاد الضريبه اللي مخلصه، مشاو دايرين هاد السيد هذا بانه خدام عندنا وجرينا عليه وهادشي كامل ومسرعين بها من اجل هاد الارض هادي تحيد لينا. علاش عندكم شي اعداء؟ ما عندناش اعداء، ما كنظنش ان الاستاذ الله يرحمه غتكون عنده شي يكون عنده شي عدو. ما كاينش، ما عندناش اعداء. علاش يكون عندنا؟ حنا بحالنا بحال البشر، عايشين في الدنيا اللي قسم الله، عايشين كل واحد خدام، كل واحد عايش، كل واحد مستور الحمد لله. غادي في الدنيا، الدنيا كلها دايزه، علاش مشينا حنا ما تعدينا على حد؟ داروا هاد السيد هذا بان جرينا عليه، وزايد مشاو داروا حوايج اخرى باش هاد الارض تمشي لينا بوالو. فحالاش يعني باش تمشي لينا بثمن قليل، باش تمشي لينا باش يقدروا يشريوها. حيت ما
وصلت واحد الوقت حنا راه ما الراس ديالنا الله اللي عالم بما فهمتش ما فاهمينش شنو تبغي تقولي اليوم لهذاك الطرف اللي مشى دعاكم؟ هذاك الطرف اللي دعانا يخرج يحلف ويحلف في المحكمه ويقول واش شي واحد من الورثه بخمسه جرى عليه ولا حتى شافه، يعني يخرج ويحلف يحلف والله شاهد ما جرينا عليه ما حتى حاجه، هو عارف راسو راه حنا ما جرينا عليه ما حتى حاجه، يعني غير الله يهديه. ولكن دابا تعدى علينا وخلانا كنطلعوا نهبطوا نخسروا فلوس محامين، وحنا المحامي الثاني هو بعدا راه جبد لينا يعني المعلومات على الخبره اللي دارت مزوره، وجبد لينا على الضريبه اللي داروها، يعني هو جبد لينا هذا الشيء كاين في الدوسي. كاين في الدوسي هذا الشيء اللي كاين. انا لمن تبغي توصلي صوتك اليوم؟ كنوصل بغيت نوصل صوتي لسيدنا يتدخل لينا ويوقف لينا هاد الظلم اللي كان تعرضوا ليه، يعني يعني باغين يديو لينا الارض ديالنا بالنصب والاحتيال، يعني حاولوا بزاف يحطوا بزاف ديال النقاط، ها سيد جرينا عليه، ها ضريبة ما تخلصاتش، ها خبرة بثمن قليل، هادشي كامل باغين يديو لينا هاد الارض هادي بالنصب والاحتيال، وين يتدخل لينا ويوقف لينا التنفيذ ديال هاد الظلم اللي كنتعرضوا ليه. غريب والله العظيم الى غريب، ملي كنشوفو واحد من الحناجر الذهبية، واحد من اللي كانوا مفضلين في الفن ديالهم الراقي عند المرحوم الحسن الثاني، واحد اللي طرب الملايين ديال الاذان في العالم العربي بالغناء الراقي ديالو، وما شاء الله ماشي غادي نقولها في وجهها، رزق الله واحد التريكه للاداب والاخلاق وغادين على النهج ديال باهم. ما هما من الناس اللي متعجرفين ولا كيلعبوا بالسميه ديال باهم ولا والو من هادشي، مغاربه عايشين عاديين في حالهم في حال اي ايها الناس، حتى كيتصابوا بهاد الظلم كما كتقول هناء، بين ليلة وضحاها كيغمضوا عينيهم كيحلوها كيلقاو ريوسهم أرضهم غتمشي، كما كتقول هناء بالكذب والبهتان. فعلامة استفهام على بعض الخروقات اللي تحكات دابا، كيف يعقل أن غدر خبرة بدون حضور الأطراف؟ كيف يعقل هاد السيد غادي يمشي للحجز قبل ما يدوز للتنفيذ ديال الحكم الاول؟ كيف يعقل يطالب بما ليس له؟ علامة استفهام. وحتى ملي بغى يتنازل كاين الناس وراه اللي حبسوه وقالوا ليه لا غتكمل. إذن هنا كنوضعوا علامة استفهام كبيرة، شكون ورا هاد الشي كامل؟ شكون اللي عينو في ديك الأرض؟ هنا كنستنتجوا أن كاينة مافيا العقار من ورا هاد لافير كاملة، فحتى بناتو ما باركينش ما ساكتينش، فالمراسلات مشات لكاع الجهات، حتى القصور الملكية مشات لها المراسلة ديال بناتو كيتشكاو من هذا الظلم اللي لحقهم. فكنتمنى من الله عز وجل أن يكون الإنصاف في القريب العاجل. وبالمناسبة كنشكر الدكتور الأستاذ قدوس محامي بهيئة البيضاء اللي ملي سمع الخبر تشوكا، قال لي محمود الإدريسي كان صديق ديالي والله ما نتخلى عليهم، وتطوع
باش يرافع في هذا الملف نهار المزاد العلني باش يحبس هذاك المزاد العلني ويحطوا للسيد الفلوس اللي حكمت ليه المحكمه بها. هما مستعدين يعطيوهم ماشي ما مستعدينش، ولكن خايفين ان يغمضوا عينيهم ويحلوا عين لقاو الارض مشات في المزاد العلني. اعزائي المشاهدين، كانت هذه القصه ديال عائله الحنجرة الذهبية محمود الإدريسي الله يرحمه، اللي هي قصة مشابهة العديد من العائلات في المغرب، واللي الحمد لله كاين واحد مسلسل ديال محاربة الفساد في المغرب اللي غيوقف هذا النزيف اللي كينخر في المجتمع المغربي. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير، وراء الكاميرا إبراهيم الرامي، إلى اللقاء.